عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا تنويه على دعاء انتشر من الشيخ صالح بن غانم السلان رحمه الله رحمة واسعة، أبو غانم صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السلان المولود في 25 من شهر ذي الحجة الحرام لعام 59 و300 وألف بمدينة الرياض، والمتوفى في 4 من صفر لعام 39 و400 وألف رحمه الله رحمة واسعة. فنريد أن نتكلم على هذا الدعاء الذي نسب لفضيلة الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. والشيخ كما نعلم بدأ بالتدريس بوزارة المعارف سنة 86 و300 وألف، وعين محاضرا بكلية الشريعة سنة 95 و300 وألف، وتدرج حتى وصل إلى أستاذ قسم الفقه، وأشرف على كثير من الأطروحات العلمية، وتصدى إلى تيار التكفير الفوضوي، وألف في ذلك كتبا كثيرة، وله حضور قوي في وسائل الإعلام رحمه الله رحمة واسعة. مؤلفاته مظاهر الأخطاء في التكفير والتفسيق، النية وأثرها في الأحكام الشرعية، الإيضاح في الشروط في النكاح، صلاة الجماعة وأحكامها، الحكم بغير ما أنزل الله بواعثه وأسبابه وحكمه. والشيخ رحمه الله كان بعد معاناة من المرض الله يكتب له الأجر والمثوبة، توفي في يوم الفجر 3/4/39 و400 وألف، وصلي عليه في الرياض وفي مسجد الجوهرة في حي التعاون بالعاصمة الرياض، ودفن بها رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ طبعا يعني من شيوخ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تخرج على يديه في العقيدة والحديث والفقه، الشيخ العلم بن باز في العقيدة والفقه، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في الأصول والتفسير، الشيخ عبد الرزاق عفيفي في التفسير والحديث والأصول وغيرهم. أيضا الشيخ قرأ على والده الشيخ غانم بن عبد الله السدان، قرأ عليه في العقيدة والفرائض والحديث والفقه رحمه الله رحمة واسعة. طبعا الشيخ ولد في بريدة في القصيم، حفظ القرآن والتحق المدارس تحفظ القرآن بالرياض والمعهد العلمي المتوسط ثم الثانوي بجامعة الإمام، وتخرج فيها سنة 88 و300 وألف، وتحصل سنة 86 و300 وألف على ليسانس في الشريعة من جامعة الإمام، وفي 91 و300 وألف حصل الماجستير، وفي 1403 تحصل على الدكتوراه في الفقه المقارن رحمه الله، وكان أستاذ الدراسات العليا في الشريعة بجامعة الإمام رحمه الله رحمة واسعة. يعني أحببنا أن احنا ننوع على فضل الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ثم الآن نتعرض إن شاء الله الآن للدعاء المنسوب للشيخ، وسأجعل لكم مع هذه السانحة والسابحة تسجيل بصوت الشيخ وصورته لهذا الدعاء. الدعاء الذي ذكره الشيخ رحمه الله رحمة واسعة يقول فيه أنه من دعا بهذا الدعاء استجيب له. وطبعا هذا الكلام كلام يحتاج إلى تفصيل، كل يأخذ من كلامه ورد عليه، لا سيما أن الدعاء كما تعلمون الدعاء عبادة. الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فبما أن الدعاء عبادة فلابد له أن يكون الأصل في العبادة الحظر حتى يدل الدليل على ذلك. فما نستطيع أن نقول هذا الدعاء مجاب وهذا الدعاء غير مجاب إلا إذا عندنا فيه دليل من النبي عليه الصلاة والسلام. فمحنا ما عندنا دليل على ذلك، فلا نستطيع أن نقول إنه يدعو بهذا الدعاء فإنه يوم أنه مستجاب ونجزمه بذلك. طيب إيش هي مفردات هذا الدعاء؟ طبعا هي كلمات للإمام عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي، يقول فيها: يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن، أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لفضلك أن يقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب
أوسع. هذه هي الابتهالات الإلهية، وهذه الكلمات التي كتبها العلامة السهيلي رحمه الله. قال ابن دحية: من أين أتى الشيخ بهذا الكلام اللي قال هذا الدعاء يستجب لهم؟ ابن دحية في وفيات الإعان يقول: أنشدني وقال: إنه من سأل الله تعالى بها حاجة إلا أعطاه إياها، وكذلك من استعمل إنشادها. ونقول حتى هذا الكلام على ابن دحية يستدرك فيه عليه، نقول أن لنا أن نقول أنه من قال بذلك فإنه يكون مجابا ويعطى حاجته، فإن لابد المسألة تحتاج إلى دليل. نعم، هو كلام طيب وكلام جميل ولا غرو في ذلك، لكن ما نستطيع أن نرتب على الأدعية أجورا أو فضلا لزمان أو لمكان أو أن نجعلها في عدد أو في هيئة إلا ويدلنا فيه الدليل. فأنا ونحن لسنا لنا ونحن ما عندنا فيه دليل على ذلك، لكن يبقى هذه كلمات جميلة، وهذا من الشعر الرائع الجميل المؤثر الذي يفيض حبا وضراعة لله تبارك وتعالى. وكما قلنا هو مسبوك وجميل، ومن قول الإمام عبد الرحمن بن عبد الله السعيدي، ومن مؤلفات طبعا عنده في الروض الأنف. وذكر هذا الشعر في وقفات مع الأبرار نقلا عن بغية الوعاء، وأيضا في حياة الحيوان الجاحظ ووفيات الأعيان لابن خلكان. فنقول أيها الفضلاء الكرام، ننتبه لأننا إذا أردنا أن نذكر ابتهالا جميلا أو دعاء فلا نستطيع أن نرتب عليه ثوابا، لكن عندنا في الحديث ما يغني عن ذلك. عندنا عند الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أن تدخلني الجنة تنجيني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا سئل به أعطى. خلاصة أريد أن أنقل لكم كلاما عن ترجمة إليام السهيلي، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعم السهيلي. والسهيلي نسبة إلى بلدته سهيل، وهي قرية قريبة من منطقة اسمها ملقة. ملقة هي الآن موجودة فين؟ ملقة هذه موجودة في البحر المتوسط الآن، ملقة في نواحي إيطاليا وما حولها. وذكر الذهبي أن البلدة سميت بذلك لأنه لا يرى سهيل فيها، سبحان الله، يعني إلا من جبل، يعني النجم سهيل المعروف في بلاد الأندلس لا يرى إلا من جبل مطل على هذه البلدة، إلا مطل على هذه البلدة، فسميت من هذا هذه التسمية نسبة إلى ذلك. ومع ذلك ملقا في إسبانيا، ملقا في إسبانيا اللي هي الأندلس سابقا. طبعا تلقى العلم وحفظ القرآن ونشأ في أسرة علم وفضل، فأبوه من الخطباء والعلماء، وجده أيضا من الخطباء والعلماء، وخاله محمد بن خير صاحب الفهرست الشهير، وأيضا عالم كبير كما ذكر ذلك الحافظ العراقي في الباعث الحفيد. العجيب إليام السهيلي رحمه الله لما بلغ 17 عاما فقد بصره، الله أكبر، وما زال يجد في طلبه للعلم حتى أصبح عالما جليلا. إذن الإعاقة لا تمنع الإنسان، والمحبوس والمأسور من أسره هواه، والمحبوس من حبسته ذنوبه، فبز في القراءات والعربية والنحو والتفسير والفقه والأصول، وكان شاعرا مجيدا مكثرا، وهذا من شعره رحمه الله. وكان يعيش في حياة فيها ضيق، ولكنه كان عفيف النفس، يكفيه الكفاف، الله أكبر. حتى سلطان مراكش طلبه بأرض المغرب، فذهب إليه فأكرمه ونال عنده حظه، وأقام في نحو ثلاث سنين، وصنف في عدد من كتبه ومات فيها. فانظر كما قال الشافعي: بشر طالب العلم بالفقر ثم يغنيه الله. ففي آخر حياته عاش في بحبوحة كبيرة رحمه الله رحمة واسعة. وطبعا سكن في إشبيليا في بلاد الأندلس. طبعا من أساتذته أبو بكر بن عربي القاضي المشهور وابن الطراوة، وعنه أخذ العربية. ومن تلامذته أبو الحجاج بن الشيخ والحافظ محمد القرطبي وأبو الحسن بن السراج. توفي رحمه الله إليام السهيلي بمراكش
سنة 51 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، من كتبه طبعا الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام، ومسألة السر في عور الدجال والتعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام، ورؤية الله والنبي عليه الصلاة والسلام في المنام، وأيضا شرح كتاب الجمل لكنه لم يتمه. وكتاب الجمل طبعا هو للزجاج عبد الرحمن بن إسحاق المتوفى سنة 39 و300، و إسماعيل باشا في كتاب هداية العارفين ذكر له عددا آخر من الكتب. ومن شعره هذه الأبيات التي قال: عندما مر بلدته سهيل بعدما خربها الأعداء وقتلوا أهله وأقاربه وكان هو غائبا عنها، وقال هذا الكلام: قال: يا دار أين البيض والأرام، أم أين جيران علي كرام، غاب المحب من المنازل أنه حي فلم يرجع إليه سلام، لما أجابني الصدى عنهم ولم يرج المسامع للحبيب كلام، طارحت ورق حمامها مترنما، طارحت ورق حمامها مترنما بمقال صب والدموع سجام، يا دار ما فعلت بك الأيام، ضامتك والأيام ليس تضام. فرحم الله رحمة واسعة للإمام العلامة عبد الرحمن ابن عبد الله السهيلي، ورحم الله شيخنا الشيخ صالح بن غانم السدلان، ورحم الله داوين أهل السنة والجماعة في كل مكان، وسقى عظامهم شآبيب الرضوان، وجمعنا وإياهم صحبة العدنان، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا الدعاء من دعا به استجيبت دعوته. نعم يا شيخ. يا من يعد لكل ما يتوقع، الله أكبر. يا من خزائن رزقي في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، الله أكبر. فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إذا كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لفضلك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. صلى الله على نبينا محمد. اللهم صل على محمد. آمين آمين. جزاك الله خير يا شيخ.